اخر حاجة في صفحة على الفيسبوك دكتور اسمه احمد عبده، عامل مركز اسمه يعني مركز تبوك الازهري. مركز تبوك الازهري ده مركز بيتكلم عن او يعني تبارك الازهري، تبارك الازهري في المريوطيه في الجيزه. عمل اعلان في الاول اهو، ده بعض الصفحه، عمل اعلان انه بيجري عمليات ختان، بيجري عمليات ختان. طبعا المساله خطيره، انت المساله دي مجرمه يعني. هو هنا على صفحته اهو تبارك الازهري للاطفال والطوارئ، ده الدكتور احمد عبده الازهري، بيتكلم بقى عن الختان وفي الشرع وازاي ان الشرع يعني وهكذا، يعني عشان بيشرح ناس، بيدعو للناس تروح تعمل ختان لبناتها. احنا قبل ما نظلم، طبعا هو على شبكه التواصل الاجتماعي في ناس دخلت يعني ما خلتلوش، لكن احنا في الدستور بعتنا زميلتنا الصحفيه ناديه مبروك راحت تشوف ايه الحكايه. خليني اسمع منها الاول واقول لحضراتكم بعد كده ايه اللي حصل وايه اللي المفروض يحصل. ناديه اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دكتور. قولي لنا ايه بقى حكايه تبارك ده ولا تبارك الازهري ده؟ هو يا دكتور احنا امبارح فوجئنا بمنشورات بيتم تداولها تحت شعار الملخص الوافي في ختان الاناث. لا ده هو ايه الملخص الوافي في ختان الاناث، هو كان المفروض يسميه الملخص الوافي في الختان الشافي يعني حاجه كده في ماشي. لا هو عامل ماشي. ده بهاشتاج كبير ويعني انا لما دخلت على الصفحه بتاعته، هي الصفحه اتمسحت، هو لغى الصفحه وقفلها، بس لما دخلت على صفحته لقيت ان هو من اول ابريل بينزل منشورات وجايب فيديوهات للشيوخ بتتكلم عن الختان وانه ختان الاناث ضروره، وهو طول الوقت بيتكلم على انه الختان اضراره بتتم لما الختان ما يتمش بالصوره الصحيحه. تمام. انما الختان ضروره وانه بيقي من سرطانات والاستثاره غير المرغوبه للبنات، هي مجموعه كده من الشبهات او من الكلام اللي ما فيهوش. طيب انت شفتي شفت صفحه، انت رحتي مقر المركز؟ احنا رحت الصبح، هو كان بعد اغلاق الصفحه على طول، رحت يعني انا كنت عامله كنت واخده ميعاد او عامله حسابي في الماموريه بتاعتي ان انا اروح الصبح، فرحت اول ما دخلت المركز في تحفز غريب جدا لدرجه ان انا طلب مني البطاقه. اللي هو انا رحت انا عندي بنت عندها 5 سنين، فوريتهم الصوره ان انا عندي بنت عندها 5 سنين، وعود كلام الدكتور اقنعني على الفيسبوك وقعدت ادردش معاهم، كان في تحفز غريب، السكرتيره زعقت لي ومش هتلاقي اللي انت عاوزاه عندنا، جيت اكلمها تاني فقالت انتوا الصحافه عاوزين منا ايه، وحصل خناقه يعني، فطلعت لهم البطاقه، انا مش صحفيه، البطاقه بتاعتي لسه لم يثبت فيها مهنه الصحافه، فانا مش صحفيه، و بس في النهاية يعني اضطربت بالذوق كده من المكان. فنزلت كان في بيعات اللي هم الستيل، لانه المنطقة اللي واقع فيها المركز هي المنطقة اللي ما بين منطقة العشوائيات اللي ما بين الأرياف والمدينة. تمام، هي اسمها منطقة البكاري أو منشأة البكاري. ناحية الدائري. فدخلت قعدت أدردش مع الست إن أنا أشتري جبنة وفطير وكده، وبدردش معاها فقالت لي إنه الدكتور احمد عبده نفسه لو بيعمل العمليه بنفسه هيبقى العمليه ب 500 جنيه ولو هيعمل لو اي حد من الدكاتره اللي تحت ايده اللي بيعملوها بيعملوها ب 250 جنيه. تمام. وانا فهي البياعه اللي جنب المركز دي يعني اكدت لك انه المركز بيعمل العمليات وقالت لك حتى الاسعار. لكن المسؤولين في المركز تعاملوا معاكي بتحفز، لان هم بعد الهجوم اللي حصل عليهم على الفيسبوك اكيد قال لك الصحافه هتيجي تسال وبتاع. اللي عرفته انه كان يعني لما رحت الصبح كان اوريدي طلع بيان من المجلس القومي للطفوله وتقدم فيه بلاغ للنائب العام. تمام. ده كان سبب التحفز. لكن البياع مثلا قالت لي انه الدكتور ده مشهور على مستوى المنشاه كلها وعلى مستوى المراكز والقرى اللي حواليه. يعني هو مشهور مراكز وقرى الجيزه كلها. يعني كل المنطقه اللي هي القريبه، كل الريف القريب من المريوطيه معروف الدكتور فيه ده بالاسم. العمليات ختان الاناث. واحنا بنتكلم لقيت
نازله وبتتخانق انت ايه اللي جايبك هنا ومش عارفه ايه. فقلت لهم ولا حاجه انا بشتري حاجات من الناس ما فيش حاجه. وانا سايباها وماشيه لقيتها بتزعق في الست تقول لها يا جماعه ما حدش يتكلم مع حد غريب، الدكتور اتقدم فيه بلاغ، انتوا عاوزين تحبسونا. ده كان رد فعلهم يعني، هم كانوا عارفين انه متقدم فيهم بلاغ وده كان يعني سبب تحفظهم ضدي في البدايه. بس طيب. ده كان كل القصه بتاعت الدكتور. طيب المهم أحنا. المهم اشتريت الجبنه طلعت من الماموريه بحاجه يعني. اشتريت طيب. الجبنه كتير يا دكتور. ماشي ماشي بشكرك زميلتنا ناديه مبروك.